صباح النور دعاء، وصباح طيب وجميل لكل مشاهدي شاشة البلد. إذن هي أولى المحطات الإخبارية، فأهلا ومرحبا بكم. وجهت اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن شمس الدين كباسي في اجتماعها بالقصر الجمهوري كافة الجهات ذات الصلة بمتابعة حاجة الولايات المتأثرة بالفيضانات والسيول والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من المواطنين. وترحمت اللجنة على أرواح الشهداء في كافة الولايات التي تأثرت، والبالغ عددهم 112 شخصاً، ووقفت على حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول على الممتلكات والمساكن والأراضي الزراعية. ووجهت اللجنة بمعالجة المشكلات التي أفرزتها الأمطار والسيول والفيضانات على البيئة، خاصة انتشار البعوض والذباب والمشكلات الصحية والبيئية. وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة دكتور جراهام عبد القادر إن اللجنة وقفت على حجم الدعوبات التي قدمتها حتى الآن الدول الصديقة ومنظمات المجتمع المدني. أعلنت إدارة النقل العام والبترول بوزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم أنها قررت رسميا تخفيض أسعار المحروقات في محطات وقود الولاية اعتبارا من مساء أمس الاثنين. ونص القرار على تخفيض سعر بيع لتر البنزين إلى 702 جنيها بدلا عن 760 جنيها، ولتر الجازولين إلى 687 جنيها بدلا عن 748 جنيها. وأجرت وزارة الطاقة والنفط بالتنسيق مع شركات المستوردة للوقود والمنتج محليا تعديلا على أسعار الوقود بسبب انخفاض سعر النفط عالميا. وفي إطار التحرير الاقتصادي لأسعار الوقود حيث تخضع للعرض والطلب. وفي جانب متصل، شكك وزير الطاقة السابق عادل إبراهيم أن الانخفاض غير منطقي، وذلك لعدم حدوث انخفاض في سعر الوقود العالمي سواء الفوري أو الآجل، معتبرا الأمر تمهيدا لقرارات سياسية قادمة حسب وصفه. تم رسميا فتح الطريق بين شمال دارفور وولايات جنوب وغرب ووسط دارفور لعبور الناقلات عقب إنهاء اعتصام معسكر زمزم للنازحين بعد الاستجابة لمعالجة أغلب مطالب الاعتصام. وقال الأستاذ بابكر حمدين رئيس اللجنة المكلفة من قبل حاكم إقليم دارفور إن جهود لجنة المساعي في معالجة قضايا الاعتصام المشكلة من حاكم الإقليم مع لجنة حكومة ولاية شمال دارفور مع اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم قد تكللت بالنجاح، مؤكدا توصل أطراف الاتفاق تمت الاستجابة خلاله إلى أغلب مطالب المعتصمين، وتم إنهاء الاعتصام وتم فتح الطريق لعبور كافة العربات العالقة. التقى السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية بمكتبه بالسفير والسيد السفير جون جودفري سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعدة السودان لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. وأمن السفير جودفري على العمل مع جميع أطراف العملية السياسية السودانية لتقريب وجهات النظر بهدف تشكيل حكومة مدنية. كما أكد السفير الأمريكي دعمهم للسودان ليلعب دوره الطبيعي لتعزيز الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي. انتقد مبارك أردوغان القيادي بقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني الآلية الرباعية، ووصف منهجها بالتعامل بالخاطئ وغير سليم. وقال أردوغان في مقال بعنوان الآلية الرباعية البدايات السليمة تؤدي لنتائج سليمة والعكس صحيح، قال إن الآلية الرباعية تعتقد أنها يمكن أن تحقق نتائج مغايرة وسليمة غير تلك الجهود السابقة. وكشف أردوغان عن لقاء سابق بالسفير السعودي مشيرا إلى أن ما يقوم به خطأ وسيؤدي لكارثة، ولكنه ظل يردد الخطأ مرارا حسب وصف أردوغان كأنه مجبر لتنفيذ مخطط ما ببلادنا. وقال أردوغان نقلنا له أننا نضع المملكة العربية السعودية في مكانة كبيرة لا يجب أن تلوثها سوء التدخلات في الشؤون الداخلية للسودان بطريقة ستعمق الأزمة بدلا عن علاجها. وأضاف ينبغي أن يكون السفير أكثر حرصا
على ذلك من غيره. رياضيا، اختتم الهلال استعداداته للدور التمهيدي الأول بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز وديا على هلال الساحل بهدفين مقابل هدف مساء الاثنين باستاد الجوهرة الزرقاء. وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم الهلال بهدف فارس عبد الله، لكن الدولي الجنوب السوداني سبيت أجاك أحرز التعادل لهلال الساحل قبل أن يخطف المحترف لامين جارجو هدف الفوز للفريق الأمدرماني. وخاض مدرب الهلال إيفينجي المباراة بعشرين لاعبا. يخوض المريخ عصر اليوم تجربة إعدادية قوية عندما يواجه سان جورج الأثيوبي في ثاني مواجهاته الإعدادية لمواجهة تارا سولار الجيبوتي في تمهيد أبطال إفريقيا. وأدى الفريق حصة تدريبية أخيرة وضع فيها التونسي الغرايري لمساته الأخيرة لاستراتيجية اللعب التي ينوي الاعتماد عليها. وسيخوض سان جورج التجربة بكامل لاعبيه بما فيهم الدوليين، بعد أن أرسل النادي الأثيوبي طلبا لاتحاد بلاده لتجهيز الفريق قبل نزال الهلال السوداني. نشرة العاشرة انتهت، عودة إلى دعاء حيدر لمواصلة ما تبقى من صباح البلد. مرحبا من جديد دعاء.